أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام إلى نشرة إخبارية من قناة المكلا المحلية، والبداية نستهلها بأبرز العناوين. تدشين فعاليات أسبوع النظافة والبيئة بساحل حضرموت. وكيل وزارة التربية والتعليم تفقد سير الدراسة بمدرستي سمية والحميقاني بالمكلا. تتويج نادي سمعون بطلا لبطولة كرة القدم لدور المجلس الانتقالي. أهلا بكم. التقى محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني الكوادر الشبابية للسلطة المحلية بالمحافظة المشاركين في البرنامج التأهيلي بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، والذي نفذ برعاية من مؤسسة حضرموت للتنمية البشرية من الثاني من ديسمبر المنصرم وحتى العاشر من يناير من العام الجاري. وخلال اللقاء أشاد المحافظ مبادرة مؤسسة حضرموت في تأهيل وتدريب الشباب بهدف تطوير أداء المرافق الحكومية بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة، مشددا الشباب على الاستفادة مما تلقوه من معارف ومعلومات تدريبية وتطبيقية في مرافقهم وإداراتهم والنهوض بها نحو تقديم خدمة أفضل للمواطن. واستمع المحافظ من المشاركين إلى شرح مفصل عن البرنامج الذي تضمن تطبيقات حول حوكمة المؤسسات وأساليب اكتشاف المخالفات الإدارية ومكافحة الفساد الإداري وتحديد مكونات الإدارة المحلية ووضع خطة للتنمية المحلية وبناء وتنمية قدرات المجتمع وآليات الجودة الشاملة في الإدارة المحلية. واصلت الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي أعمال الدورة الثانية المقامة خلال الفترة من 16 إلى 18 من فبراير الجاري بقاعة فندق رمادة بالمكلا، وناقش أعضاء لجان للجمعية الوطنية التقارير والملفات المدرجة بجدول أعمال الدورة الثانية للجمعية. وقد شهد جلسات الجمعية التي ترأسها رئيس الجمعية الوطنية اللواء أحمد سعيد بن بريك عددا من المداولات بين أعضائها، شملت قضايا خاصة بالأوضاع في الجنوب وبعض مناطقه التي تعاني من الإرهاب والانفلات الأمني، بالإضافة إلى ملفات فساد طالت قطاع الكهرباء ونهب الأراضي. هذا وتستمر جلسات أعمال الجمعية حتى المساء، ومن المتوقع أن تختتم أعمالها بصدور بيان ختامي بعد انتهاء الجلسات. دشن المدير العام لصندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت المهندس فهمي بن شبراب فعاليات أسبوع النظافة والبيئة السنوي الذي ينظمه صندوق النظافة والتحسين بمدينة المكلا. وفي التدشين الذي حضره وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس محمد العمودي ومدير عام مديرية المكلا المهندس عوض بن هامل وبعض مدراء المكاتب التنفيذية بالساحل، أشار المهندس بن شبراق أن النظافة واجب ديني ووطني على كل مواطن، لتنطلق فكرة إقامة هذا الأسبوع التوعوي الذي يتزامن انعقاده مع احتفال بلادنا باليوم الوطني للبيئة 20 فبراير من كل عام، داعيا المرافق الحكومية ومنظمات المجتمع وأئمة المساجد وجميع المواطنين بعدم إغفال المسؤولية الرئيسية الملقاة على عاتق الصندوق. بدورها أشادت كلمة السلطة المحلية لوكيل المحافظة للشؤون الفنية بدور الصندوق في إقامة الفعالية التوعوية لدورها الفعال في رفع وعي المجتمع بأهمية النظافة الملقاة على عاتق المواطنين. وتخللت الفعالية رقصات هادفة للمحافظة على نظافة البيئة، وكذا مشهد يحث على التعامل المواطنين مع عمال النظافة. واختتم التدشين بلقاء تعريفي مع ممثلي ووسائل الإعلام المحلية والصحفيين لتعريفهم بأنشطة الصندوق وأهمية تنظيم أسبوع النظافة والبيئة وبرامج هذه المناسبة التي سيحرص الصندوق على تنظيمها سنويا للارتقاء بمستوى الوعي البيئي لدى جميع فئات المجتمع. إلى ذلك تواصلت الفعالية بحملة ميدانية بتصفية سيف حميد عصر اليوم. تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت الأستاذ جمال عبدون سير الدراسة بمدرستي سمية والحميقاني للتعليم الأساسي
بمديرية مدينة المكلا. وخلال الزيارة أكد الوكيل عبدون على أهمية المتابعة الفنية الدائمة لأداء المعلمين والمعلمات ومدى حرصهم على التحضير الذهني والكتابي وتصحيح دفاتر الواجبات المنزلية للتلاميذ والطلاب، مثمناً الجهود التي تبذلها الإدارات التربوية والتعليمية والمعلمون والمعلمات لإنهاء العام الدراسي بصورة جيدة. وأشار الوكيل عبدون إلى أهمية تكاتف الجهود والتعاون المستمر لأداء الرسالة التربوية والتعليمية بالشكل المطلوب، منوها إلى ضرورة المشاركة الفاعلة في المنافسات اللاصفية والمعرض 16 للوسائل التعليمية من خامات البيئة المدرسية الذي سينظم خلال الأيام القريبة القادمة. تفقد مدير عام مديرية مدينة المكلا المهندس عوض بن هامل حي الطلائع وحي التعاون الواقعين بفوة القديمة غرب مدينة المكلا. وخلال الزيارة اطلع المهندس بن هامل على موقع المعسكر بفوة القديمة الذي طالب الأهالي بالاستفادة منه موقعا لفرقة الدفاع المدني، بالإضافة إلى مبنى سوق الأسماك القديم لعمل الدراسات الممكنة لإعادة تأهيله مجددا، حاثا اللجان المجتمعية بضرورة الالتقاء بالشخصيات الاجتماعية وتدارس الخروج بأفكار ومشاريع تسهم في تنمية أحيائهم السكنية. كما قام مدير عام مديرية مدينة المكلا بزيارة عابرة إلى مدرسة خالد بن الوليد وروضة 26 من سبتمبر، واختتم المهندس بن هامل بتقديم شهادات تقديرية لبعض الشخصيات البارزة في منطقة فوة القديمة. أجرى الاتحاد العام لطلبة جامعة حضرموت الانتخابات الطلابية في كليات العلوم الإدارية والعلوم والتربية بالمكلا بمجمع الغليلة وكلية التربية بسقطرة وكليتي التربية والعلوم التطبيقية بالمهرة، بحضور عمداء الكليات ونوابهم ومندوبي مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. ويخوض هذه الانتخابات الطلابية في جميع كليات الجامعة أكثر من 10,000 طالب وطالبة في كليات المكلا والمهرة وسقطرة عبر صناديق الاقتراع السرية. وأوضح رئيس الاتحاد العام لطلبة جامعة حضرموت الدكتور أحمد باجبير أنه تم استكمال إجراء العملية الانتخابية في بعض كليات الجامعة، وانتهت عملية الفرز للأصوات بحضور اللجنة المكلفة من قبل الشؤون الاجتماعية، مشيرا إلى أن الانتخابات جرت في عموم الكليات بشكل منتظم. وأعرب باجبير عن شكره وتقديره لقيادات اتحاد الطلاب ولرئاسة الجامعة ونيابة شؤون الطلاب واللجنة المشرفة على سير الانتخابات على مساهمتهم في إنجاح العرس الديمقراطي الطلابي، متمنيا للقيادة الجديدة المنتخبة التوفيق والنجاح لما من شأنه خدمة الطلاب بجامعة حضرموت. أقام المجلس الانتقالي سباق الجري الماراثون ضمن الفعاليات المصاحبة لانعقاد الدورة الثانية للجمعية الوطنية تحت شعار استعادة الوطن وبناء الدولة الجنوبية المدنية الفيدرالية المستقلة بتنظيم اتحاد ألعاب القوى بساحل حضرموت. وشارك في البطولة التي حظيت بحضور عدد من أعضاء القيادة المحلية بالمجلس الانتقالي بمديرية مدينة المكلا 60 متسابق من أندية الساحل بمسافة 4 كيلو. وشهد السباق منافسات وتجاوزات حماسية شريفة بين المتسابقين، واختتمت منافسات البطولة بتتويج نادي الشعب حضرموت بطل للمنافسة بحصده 10 نقاط، فيما يليه في المركز الثاني نجوم هواتا المنقذ بتحقيق 21 نقطة، وتمكن هلال فوة من حصد المركز الثالث ب37 نقطة. توج نادي سمعون الشحر بطلا لبطولة كرة القدم لدوري المجلس الانتقالي الذي يأتي ضمن الفعاليات المصاحبة لانعقاد الدورة الثانية للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي بالمكلا، حيث استضاف ملعب الفقيد برادم المباراة النهائية لدوري المجلس الانتقالي التي جمعت ناديي سمعون الشحر والتضامن عصر اليوم. وشهدت المباراة حضور رسمي لقيادات الهيئة العليا وقيادات وأعضاء الجمعية الوطنية والقيادة المحلية للمجلس بحضرموت. وفي مجريات الشوط الأول استطاع سمعون أن يسجل الهدف الأول في الدقيقة 19، واختتمت مجريات الشوط الثاني بتقدم نادي سمعون بهدفين مقابل هدف للتضامن. وعقب المباراة تسلم نادي سمعون كأس البطولة والوصيف لنادي التضامن. نهاية النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها من أنباء.
تدشين فعاليات أسبوع النظافة والبيئة بساحل حضرموت. وكيل وزارة التربية والتعليم تفقى سير الدراسة بمدرستي سمية والحميقاني بالمكلا. تتويج نادي سمعون بطلا لبطولة كرة القدم لدور المجلس الانتقالي. هذه نشرة الأخبار قدمناها لكم من قناة المكلا المحلية. إلى اللقاء.